انت بجد اتهزقت كفايه والناس كلها مش عايزاك واضح جدا. بالنسبه للمشيره هي دي السيسي، احنا كلنا معاك وقاعدين مستنيين لك وبنساندك وواثقين فيك جدا جدا. كل اللي انا طالباه من الدكتور منصور يعمل تاني خطاب يفهمنا هو قال ايه في الخطاب الاولاني، عشان انا ما فهمتش حاجه. لو حد فهم يرد عليا بجد، لان احنا خلاص تعبنا من الحكم يا اخوان وزهقنا ومش مستعدين نقعد اكتر من كده. احنا قعدنا سنتين في الشارع، اظن خلاص يعني احنا خلاص تعبنا. سعيد من المعادي في قصر السلام جنب قصر الاتحاديه، خدوه اهل الرئيس بيغيروا في الديكورات من القديمه، وده اصدار للمال العام. الم يكن اهدار يا مرسل للمال العام؟ يعني ايه توضب القصر؟ ما هو المتوضب هو في مساب دلوقتي انك تكسر تكسر ديكور وتحط ديكور جديد؟ بقى رساله للاعلام، لان الاعلام هو اللي ساهم في صنع الاخوان. اول حاجه لما نيجي نقول نتكلم سياسه، ما اسموش التيار الاسلامي ولا اسمه المشروع الاسلامي. كل اللي بيتكلموا في الاعلام على انه تيار اسلامي بتكسبوا تعاطف للناس معاهم، اسمه تيار اليمين في مصر، اسمه تيار اليمين المتطرف كمان. فلو الاعلام قاد حمله على هذا كان دول يتحجموا عند حجم معين. الشعب دلوقتي بيقول لك انزل احميه، لان كل الاقاليم ابتدوا الاخوان دلوقتي يضربوا فيهم واحنا مستنيين حمايتهم. بنقول له احنا كلنا اخوات وكلنا مسلمين، ويا ريت تتنازل وتسيب المكان لحد تاني يكون احسن. انزل يا سيسي، انا عاوزك تبقى رئيسي عشان خاطر الشعب المصري بيحبك وكره الاخوان الخفان اللي جايين من السجون، مسكوا البلد وقعد على الكرسي وبقسموا في هو وخيرت الشاطر وهنيه والكبيره بتاعتهم الحراميه اللي قاعده في السفاره، اللي بتجيب لهم التنظيمات من امريكا. اقول لك انزل يا سيسي، عايزك تبقى رئيس. شكرا يا سيسي.